مديرية التخطيط في وزارة الدفاع ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي بالتعاون مع منظمة حلف شمال الأطلسي وعلى مدار 3 أيام. ابقوا معنا والتفاصيل. المهمة الأساسية اللي احنا نحاول انه ننفذها هنا هي مساعدة وزارة الدفاع العراقية، غرض استحداث البنية التحتية وتحليل المهمة وزيادة القدرات اللي تواجه وزارة الدفاع على مواجهة التحديات القادمة. فكان هناك مقترح، عندنا إجراءات اقترحناها والتي أولينا المطلوبات من قبل القوات العراقية، فبالأخذ بنظر الاعتبار وتحليل هذا بصفة مفصلة بشكل مفصل، فهناك سيتم تحديد قدرات تفصيلية في كل مهمة في كل صنف. الحقيقة هذه الورش يتم إدارتها بالتعاقب، في أحيان تكون مدارة من قبل خبراء عن حلف الناتو، وفي أحيان أخرى تقوم مديريتنا بإدارة هذه الورش. الغاية منها إيصال مخططين قيادات الأسلحة ودوائر رئاسة أركان الجيش إلى المستوى المقبول في موضوعة التخطيط الاستراتيجي وكيفية تحليل استراتيجية الأمن الوطني وآلية وضع سياسة وزارة الدفاع من خلال تحليل هذه الاستراتيجية. ونحن جدا فخورين بحضور هذا العدد بهذه الورشة. يعتبر هو أول يوم من عقد هذه الورشة وكعلاقة مستدامة مع الناتو وأيضا الجانب العراقي، وهو طبعا يركز بشكل أساسي على بناء أو تخطيط الهيكلية القوات، وهذا يعني يصب في مؤسسة وزارة الدفاع. هاي تعتبر خطوة أيضا من حلف الناتو مع وزارة الدفاع العراقية من جانب الدعم، وأيضا من جانب صياغة أو الدعم من ناحية استراتيجية الأمن الوطني. هاي الورشة لمدة 3 أيام قابلة للتمديد مع الجانب الأمريكي وحلف الناتو. هدف الرئيسي للورشة يعني شلون تدريب وإعداد ضباط مؤهلين لخطط وزارة الدفاع المستقبلية. وبصراحة أنا أشعر بالفخر بوجودي مع هكذا مجموعة من العراقيين لديهم هذا المستوى العالي من الالتزام. بصراحة أني قد ذكرت هذا الأمر لكثير من السادة الضباط في هذه الغرفة، ذكرت لهم أنهم في الموقع الأفضل لتشكيل وتهيئة الجيش العراقي بشكل أفضل للمستقبل. وبصراحة الخوف بموضوع التخطيط للعمليات وللقطاعات والقوات هو أمر صعب بحد ذاته. عملية وإجراءات يمكن أن تكيف لتتلائم وتتناسب مع السياق العراقي، خلال الخوض بذلك فإننا سنعرج على موضوع الموازنات والأموال المطلوبة لذلك، وأيضا التخطيط الذي يتلائم مع نوع المخاطر التي قد يتعرض لها البلد. أتشرف اليوم بحضوري إلى مديرية التخطيط وبمناسبة افتتاح ورشة العمل للتخطيط الاستراتيجي، وأتمنى الموفقية والنجاح للناتو في تقديم الخبرة في التخطيط الاستراتيجي للقوات العراقية، وحقيقة التنظيم والتأهيل من قبل مديرية التخطيط ناجح 100%، وحضور متميز للضباط بمستوى
آمرين وقادة لورشة العمل. هذه الدورة مقامة من قبل حلف شمال الأطلسي ومنفذة من قبل حلف شمال الأطلسي بالنظر إلى إمكانية استقطاب جميع المخططين من وزارات الدفاع المختلفة لغرض صب كل هذه المعلومات في مساعدة وزارة الدفاع العراقية في المرحلة المقبلة من التخطيط. ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي تهدف إلى جمع القدرات والقوات بطريقة معيارية عراقية وفق نظام يمكن من خلاله تحديد الأهداف والواجبات وعلى جميع المستويات والمديات من مديرية التخطيط لإعلام وزارة الدفاع. فائق العطواني.